يا شيخ حسن الله عليك، إذا كان الواحد ينتظر مثلا دور في طبيب أو في مراجعة وأقامت الصلاة والمراجعة هذا والمستوصف هو الشركة ما تسكر يعني في وقت الصلاة، وهو ينتظر دوره مثلا صار له ساعة ونص ساعة، فإذا راح الصلاة يمكن يفوت الدور، يعني يؤثر عليه. أيوة يؤثر، يطوف عليه الدور. لا بأس، هذا يعذر بترك جماعة. هذا الذي ينتظر دوره كما قلت يعذر بترك جماعة، لأنه إذا ذهب يصلي فهو أولا سيصلي وهو مشغول، فكره مشغول، أليس كذلك؟ وثانيا أنه يلحقه ضرر، وربما يكون جاء من مسافة بعيدة، فهنا يعذر بترك الجماعة. وإذا كان الإنسان إذا قدم عشاء أو غداء قلنا له اجلس تغد وتعش راح وطمأنينة ولا فاتك الصلاة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما كان يتعشى في بيته وهو يسمع قراءة الإمام، مع أن عبد الله بن عمر من أشد الناس ورعا والتزاما بالسنة، ومع ذلك يتعشى وهو يصلي والإمام يصلي، امتثالا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. نعم.